اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده كالعاده من كل اسبوع بنعمل يوم الاربع سمك. ولكن السمك النهارده معانا بطرق مختلفه، معانا النهارده سمكه بياض نيلي، سمكه شكلها حلو يفتح النفس وهي لسه صاحيه. السمكه دي بيميزها حاجتين بصراحه يعني، وحاجتين مهمين جدا لاكله السمك. رقم واحد بطنها نظيفه جدا بريئه، هنفتح بطنها دلوقتي مش هنلاقي جواها بطن، لان ده سمك نيلي لطيف وما فيهوش بطن خالص وبطنها نظيفه مش راعيه. الحاجه الثانيه اللحم بتاعها ما فيهوش شوك، تحس ان هو هوبر كده لطيف، سريع المضغ سريع الهضم، طعمه لذيذ ولطيف وشكله ابيض. وهنعملها النهارده طاجن الرز بسمك البياض، زي طاجن الرز بالقراميط او طاجن الرز بالتعابين وهكذا. هاخد البياضه دي هنتنضفها دلوقتي مع حضراتكم ان شاء الله، وناخد منها ثلاث ارباعها نعملها مع رز، والربع التاني مع الراس والديل والزعانف نعملها شوربه الصياديه، وناخد الفليفر بتاعها مع كرافس وتشكيله من الخضار والبصل والثوم. ده بالنسبه للسمكه بتاعتي. معانا حاجه لطيفه النهارده بنتسال على السوشيال ميديا، بنشوف في السوبر ماركت يا شيف مغازي الكراب او الكابوريا المخليه، اصابع الكابوريا دي اشكال كده طبعا، دي متصنعه عشان نبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. دي اسمها كابوريا مخليه، اصابع الكابوريا بتتباع في السوبر ماركت الخمس باكت او الاربعه في كيس كده، لطيفه وحلوه. البعض بيستخدمها في اطباق الشوربه، البعض بيستخدمها كسلطه زي السلمون كده، البعض بيستخدمها كمان في ان يعملها مقبلات. انا هعملها النهارده مقليه ونقول ازقز كابوريا. هنعملها النهارده ازاي وتبقى كرانشي لطيفه جميله، ونتبلها وتتقلي في قلب الزيت، ناكلها كده حاجه فواتح شهيه. ناكل لنا 3 4 كيلو على ما نبدا نسخن ونخش على البياض بتاعنا مع الرز. هنعمل كمان مع بعض النهارده عندنا بلح الاسمر الرطب الجميل. امبارح كنت في سوبر ماركت فشفت طبقين كده بلح حلو، فانا زمان كنت باكله ارجع من المدرسه اكله بالعيش. فاكر الموضوع ده، ينزل كده رطب مستويه على النخله وهي نازله، فهو معايا النهارده زي الفل، طعمه حلو، فقلت اعمل بيه تورتايه النهارده. هعمل تورته البلح الاسمر الرطب لطيفه، هنشوف نعملها ازاي، وفي مناسبات جايه وحاجات لطيفه. والتورتايه دي فيها معادن، فيها بروتين، فيها بلح، يعني حاجه قيمه غذائيه، ممكن طفلك او جوزك خد قطعه منها تصبره على ما يتعمل الغدا، او تبقى وجبه فطار الصبح لطيفه. حلقتي فيها تفاصيل كتير، فيها بوكيه جرنيه جاهز اهوت مستني سمكه البياض. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف الخبره الطهويه لاكله سمك بنعملها كل اسبوع وبتتعاد يوم الجمعه عشان بنحبكم. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف مع بعض خط سير الحلقه. بصراحه هي فيها شغل كتير النهارده. اول حاجه السمكيه معايا زي ما هي، انا جايبها مصطادها زي ما هي كده، هننضفها مع بعض ونشوف هنشتغل فيها ازاي. ولكن لو انت زي دلوقتي دخلت المطبخ ومعاك المنيو ده، تورتايه بالبلح الرطب، سمكه بياض مش لازم تجيبيها نضفيها بره، مفيش مشكله، هتعمليها طاجن رز وتعملي منها شوربه وتعملي كابوريا مقليه. لازم نبدا باول حاجه طبعا التورتايه، لان دي لازم نحضرها وندخلها الفرن على ما تستوي وتطلع وتبرد وبتاع، ونشوف ايه التركيه بتاعه المغازي، تكون السمك بتاعنا كمان استوى، يبقى السفره بتاعتنا كامله مكمله. مقادير تورته البلح الرطب الاسمر على الشاشه، بلح وده مشهور طبعا ومعروف في الريف المصري والصعيد المصري، وبنلاقيه في السوبر ماركت هنا، الطبق بثلاثه تعريفه. معانا كوبين من الدقيق، 4 بيضات او 5 بيضات صغيرين، 1 كوب من السكر، ربع كوب من الزبدة الدايبة السايحة، معانا 1 كوب من الحليب، فانيليا، بيكنج باودر، برشة فلفل اسود مجروش مع شوية قرفة ناعمين. تاني، برشة فلفل اسود مجروش مع شوية قرفة ناعمين، دول هيتحطوا على البيض. ليه يا شيف؟ طعم كده لطيف مع التمر والبلح ده هيبقى حلو قوي. أول حاجة طبعًا هنخلط البيض بالسكر والحليب والمادة الدهنية بتاعتي زبدة سايحة. ممكن تكون زيت، ممكن تكون سمنه، زي ما انت عايزه. دي قرفه ناعمه، بنجيب العكاوي تتقطع طبعا مكعبات كده يعني 5 سم القطعه. بعد كده بنشوحها، تاخد بشره كده فلفل اسود بالشكل ده كده اهو، فلفل اسود الوان او فلفل ده موجود كان معانا اهو، او نجيب فلفل اسود بتاعنا العادي اللي بنعمل بيه اللحمه المشويه.
والله انا حطيت القرفه سؤال حلو قوي من الكنترول ده، سؤال خاص يعني. قال لك فلفل اسود مع تورتيه، حاجه لطيفه فليفر حلو يخلينا ناكل من تورته البلح دي كميه، يعني ما تبقاش يعني ايه البلح كده مع التورتايه الواحد بياكل قطمه ويتلكم، لا ده الفلفل مع القرفه بيدي طعم وبيدي يفتح الشهيه ليها يعني. هنبدا نحط الفانيليا، حلو، ننزل بالسكر ونقلب دول مع بعض. اول حاجه سكر، بيض، فانيليا، ونتاكد ان السكر داب مع البيض بالشكل ده كده. العكاوي، نرجع للعكاوي، قطعناها تبلناها سلقناها في بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم مع فلفل اسود، شويه حبهان قرنفل، خدنا شويه شوربه حلوين. ليكي طريقتين في العكاوي، يا اما تعمليها بالفريك وما يحبش الشريك بس مع العكاوي بيعديها، يا اما تعمليها طاجن مع رز زي اللي هعمله دلوقتي مع السمك البياض، يا اما تعمليها بالبرغل في قلب الصينيه وتتحط وتكمل سواها في الفرن حسب ما انت حابه. ولكن تتبيله العكاوي حبهان قرنفل قرفه مهمه جدا، لان العكاوي فيها زفاره، والقرفه مع القرنفل بتشيل الزفاره بتاعه الضاني وبتاعه العكاوي وبتاعه الكوارع. ادي بياض بيض شكلين بالشكل ده كده، حلو قوي. ننزل بالحليب، حلو، ننزل بالماده الدهنيه دي، شويه سمنه حلوين، ممكن تكون زبده، ايه تاني؟ بس كده كفايه، نشيل دي من هنا ونوسع لنفسنا. دي المواد السائله، نيجي للمواد الجافه، حلو، نخليهم على جنب كده. طيب معانا الدقيق، نعاير بالكوبايه اللي عايرنا بيها المقادير واحده واحده مع بعض كده عشان الموضوع ده مهم. لما اجي اعمل تورتايه كوبايه اللي بتعايري بيها الدقيق، تعايري بيها السمنه، تعايري بيها الزيت، تعايري بيها كل حاجه. دي كوبايه اهي لقيتها في طريقي، اخدها كده عينيا اهو زي الفل، ونفس كمان موضوع كوبايه اهي على الهواء اهو. دول كفايه حلوين قوي. نجيب الكسرولة الازاز دي كده، هعملها هنا على فكره، وممكن اعملها هنا برضو، معايا طبق حلو اهوت زي ما احنا حابين، بس برضو علشان اللي ما يقوليش ليه ما عصرش الميديا بيقولش ابو غاز انت بتكلف وبتجيب حاجات وبتجيب اكسسوارات وحاجات ما بنلاقيهاش عندنا في البيت، عشان نبقى واضحين مع بعض. دي بايركس عادي موجود 3 احجام بتتباع في اي محلات بتاع ادوات منزليه، ودي موجوده يعني ممكن تقدمها هنا يبقى شكلها لطيف وحلو، دي غاليه شويه، وممكن تقدمها في زي ما انت عايزه. هتقلبيها حطها هنا، هتقدمها زي ما هي حطها هنا، زي ما انت حابه. انا الحاجات دي بتكلم فيها علشان في كتير اسئله على السوشيال ميديا بتنسال، بتستخدم صواني، بتستخدم طاسات مختلفه. انا هعملها هنا للامانه طبعا عشان الصوره تطلع حلوه واحنا على الشاشه، عشان نبقى ايه عارفين الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه طبعا بتهنها سمنه، حاضر، عينيه، عايز اشوف البلح هيتحط فين. دي سمنة كده، عينيا، حاضر حبيبي، والله العظيم انا بحبك. حلو بالشكل ده كده، ونشيل دي من هنا. انا عايز ابدع في التورتايه دي النهارده، ناخد السمنة دي كده، يعني هيترص فيها البلح، خلي بالك سمنه داير ما يدور كده. حلو قوي، ناخد شويه دقيق من دول ونهزهم كده، ركزوا معايا، هزه، ونرجع الدقيق تاني لمكانه. حلو، ده مهم جدا بالشكل ده كده. وناخد التمر بتاعنا ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ده البلح اهوت يترص هنا كده بالشكل ده كده. فرضية الكسرولة أو فرضية القالب اللي بتعملي فيه بالشكل ده كده، البلحية تترص على ظهرها، يعني نشيل النوى وتتحط كده عشان لما تتقلب يبان شكلها لطيف وحلو. زي ما أنا شغال كده. ممكن نستخدم في دبس التمر بيتباع في السوبر ماركت زي دبس الرمان كده، ممكن نستخدمه كفليفر، ممكن نستخدم دبس الرمان زي ما أنت حابه، ممكن نستخدم فيها عسل زي ما انت حابب، مفيش اي مشكله، بدل السكر اللي احنا استخدمناه من شويه.
ممكن بعد ما تطلع من النار نحط عليها عسل نحل. يعني دي كله ده تجويد يعني، ولكن انا شخصيا مش بحب عليها العسل ولا كده، زي ما هي كده بنفس الطريقه اللي انا عاملها. يترص كده التمر، نخلي الدقيق هنا عشان هنستخدمه دلوقتي، ده العيار بتاعنا. ملاحظين حاجه هنا؟ واللي ملاحظها اوجه له التحيه والشكر صراحه يعني. لا بجد والله العظيم انا ما حطيتش الدقيق على المواد السائله خالص، لان الدقيق ده هحط معاه بيكنج باودر. فنصيحه مني، بتعملوا تورتايه ما تحطيش المواد الجافه على المواد السائله غير لما تكوني مجهزه كل حاجه. فما ينفعش احط ده على هنا واسيبها واشتغل في التورتايه بتاعتي، لا احطها واحطها على طول ادخلها الفرن. فعشان كده مستني انا البيكنج باودر معايا اهوت، ومعانا الدقيق ومعانا المواد السائله، هنقلب دولت نحطهم هنا على طول مباشره. هي دي التركايه. شفت هاخد المقادير دي كده اهو. والحلقه بتاعتنا يا ست الكل موجوده على السوشيال ميديا، ممكن تتابعيها وتشوفيها. هعمل حاجه لطيفه دلوقتي بقى، وهي دي التركايه بتاعت المغازي. هناخد المقدار بتاع الكيكه ده كده، انا عايز اوزعه على البلح. انا مش تقيل معايا، خفيف. عارفين ليه؟ لان البلح ده هينزل ميه، فالميه دي لما تنزل في قلب الكيكه تلاقي ان الكيكه هنا لسه محتاجه شويه سوائل، خلي بالك. هعمل ايه؟ هجيب بوله. كل اللي عيد ميلادهم النهارده بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. شايفين مع بعض وزعت المقادير كده اهو. شفتوا الطريقه اللي انا وزعت بيها المقادير على البلح؟ ما انا مش عايز احرك التمر من مكانه، خلي بالك. فانا ازاي؟ لازم استخدم الذكاء. جبت معلقه حطيتها في ميه. معانا مين يا فندم؟ معانا مونيتير النهارده، عيد ميلاده النهارده. ابو ساميه، ابو ساميه حلو. ازيك يا ابو ساميه؟ بهدي لك التورتايه، التورتايه اللي بالتمر دي يا ابو ساميه النهارده بتاعتك. خلص الحلقه وعلى طول على الاستوديو. عملت ايه يا شيف؟ زي ما انا شغال كده. درجه حراره الفرن عندي 180، خلي بالكم انا مأسسها صح. حلو الكلام. هندخلها الفرن. اللي انا عملته هنا ثلاث حاجات مهمين جدا، عشان برضو انا ممكن تعمليها انت بطريقه وانا اشتغلت بطريقه. ان انا حطيت بشره فلفل اسود او فلفل ملون اسود، يعني ده بيتباع تدي فليفر حلو بعرفه ناعمه. وجبت المعلقه الخشبيه حطيتها في الميه ووزعت المقادير بالشكل ده كده علشان احافظ على وجود البلح في مكانه، مكان ما انا رصه. نقدر نغذيها ببلح تاني، لان عايز ده كفايه وعليها. ممكن نزينها بعد كده بالبلح ده بعد ما تطلع من الفرن. درجه حراره الفرن عندي 180. السؤال دايما بساله، دي مكانها فين في الفرن في حاله لما احطها؟ في نص الفرن، في طرف الفرن، زي ما احنا حابين. بننزل الشبكه دي هنا كده ونحطها هنا كده. ده مكانها. على ارتفاع 3 سنتي او 5 سنتي من ارضيه الفرن. نقفل الفرن بتاعنا ونخش على السمكه الحلوه اللي هي مستنيانا. حلو الكلام. طب نشوف طبعا السمكه. طيب قبل الفصل عشان هشتغل فيها، معانا طاجن السمك البياض بالرز. سمكه بياض ورز مصري، هنشتغل فيها ونشيل بطنها، هي ما فيهاش بطن، مع بعض على الهواء عشان نشوف ازاي ننضف السمكه ومباشره نقطعها ونحطها في قلب الحله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بنسن السكاكين. اقول لك سن السكينه، يعني ايه؟ جهز معانا السمكايه، هنبدا نشيل اللي حواليها ده كده مش عايزه. طب لازم تعمل اللي انت بتعمله ده يا شيف. يعني بصوا، الشكل الحلو مهم جدا، والبرزنتيشن مهم جدا، والعين بتاكل. ناخد الكرفس ده نحطه كده في قلب الشوربه، علشان هناخد من الشوربه دي نعمل الرز ونعمل الشوربه بتاعت الصياديه. فعايز اتوصى بيها بالكرفس كده وازود لها شويه ميه حلوين هنا. اللهم صل على النبي. يبقى معانا كده ايه؟ بوكي جارني نستخدمه بقى، نعمل صينيه سمك، نعمل رز زي ما احنا عايزين. معانا حل على النار وطاسه على النار. حلو قوي. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ اجهز الرز اللي انا هعمل بيه الصياديه، او هعمل بيه طاجن الرز بالبياض. مقاديره على الشاشه. رز مصري، حطيت له شويه زيت زيتون هنا كده. حلو الكلام. وبصل
والثوم، معانا البصل والثوم والسمك البياض اللي احنا هننضفه دلوقتي مع بعض. ده للرز ودي البصلايه، يتحمروا كده وانا شغال. كل ده مطلوب منك وانت في المطبخ، تقفي كده عارفه بتعملي ايه وكل حاجه تطلع في وقتها. تورتايه في قلب النار الفرن بتستوي، بسم الله الرحمن الرحيم. افلفل الرز مع التومه والبصله اللي انا هعمله مع السمك البياض اهو، يتقلب كده وانا شغال واحده واحده. الزيت بتاعنا بيسخن عشان هنحمر فيه السمك وهنحمر فيه الكابوريا الاصابع اللي احنا هنعملها كريسبي. طاجن السمك البياض بالرز، نشوف مقاديره. شفناه يا شباب، رز مصري، بصل وتوم، سمك بياض. المقادير على الشاشه. طب يلا اغزل الرز كده. ايه الاخبار؟ تمام زي الفل. حط لنا شويه بهارات حلوين. عينيه، هشيله دلوقتي. حاضر عينيه، حاضر عيوني. ده التوابل بتاعت شويه الرز الحلوين. بستخدم شويه كركم كده وشويه كمون وشويه ملح وشويه فلفل. ده الرز اللي انا هستخدمه لطاجن السمك البياض. حبيبي ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الرز طبعا بحضره اللي انا هعمله طاجن، ياخد يحل شويه لان ده هيخش النار مع البياض يكمل سواه. فانا المطلوب مني ان انا اخليه يحل كده بشوربه الكرفس. وانا شغال زي الفل واشتغل في السمكه بعد كده. شوربه فيها طعم الكرفس، انسل الزفاره مكان بينا. الكرفس ده بطل كل حاجه، طعم، شيل الزفاره، شط الرز بدا يبقبق على النار. نبدا نشيل الحاجات دي مش عايزها بقى من هنا كده، ونروق الدم ده كده عشان مش عاجب مخرجنا، ما بيحبش الدم. في حد بيحب الدم في الدنيا؟ ابدا. ونشيل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا ست الكل، زي ما هي كده يا عم الشيف السمكية. انا حابب والله اعملها مع حضرتكم على الهواء للامانه يعني. اهي بطنها اهو، شفتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معلش افتحها كده ونشوف ايه اللي جواها. صلى على الحبيب. بسم الله ما شاء الله، مفيش دم، مفيش اي زفاره اخرى. في دهون، بطنها نظيفه. دي جابوها لي يا شباب بعد اذنكم، السمك البياض الحلوه دي كده. عشان اللي يقول لك الشيب بينظف السمكه على الهواء وهيستخدم، مش هغسلها بميه خالص، مش تروح عند الميه. ده انا مش عايزه، خاتم، خاتم سليمان هي بلعاه. ده بيتشال. خلاص السمكه نظيفه وزي الفل. ده مش عايزه. نظفت السمكه بتاعتي، شفت السمكه نظفت خلاص. خافش يا استاذ شفيق، بيحبش الدم المخرج بتاعي. ولا الهوا، هشتغل فيها دلوقتي على طول. كده مش هتروح عند الميه خالص. بطنها نظيفه وزي الفل، في الزفاره ولا اي حاجه، السمكه اهي معايا زي الفل. حلو الكلام، نشتغل فيها ونقطع فيها. سكينه معانا زي دي كده. اول حاجه الديل ده كده نشيله، ونشيل الخياشيم دي كده. ده كله على فين يا عم الشيف؟ ده كله على الشوربه. نشيل ده من هنا كده اهو، مش عايزه برضو. عينيا ده كده في قلب الشوربه اهو، هنا هنا في قلب الحله دي كده. تاني وناخد ده كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بيقول لي انت ليه بتضرب على السكينه بكلوه ايدك؟ ده مهم جدا على فكره، عشان السلسله بتاعت السمكه، هي ما فيهاش غير السلسله، تنزل عليها السكينه عشان ما يهريش اللحم بتاعها. بالشكل ده كده وانا شغال. نشيل دي كده، الزعانف دي على الشوربه على طول، تستوي نخليها. على الشوربه اهو زي ما انا شغال كده اهو. نيجي للزعنوف ده كمان اهو. بسم الله الرحمن الرحيم.
حلو، حلوه الكلوه دي، ناخد دي كده كمان على الشوربه. خلي بالك انا مش بحب ان حد ينضف لي السمك، انا انضفه بايدي. ليه؟ بضمن انا غسلته ازاي وشغال فيه زي ما انا شغال كده. اه حلو، نفس القصه كده. اه نفس القصه اهو، سمكه بياض حلوه، سعرها في متناول الجميع، سمكه مصريه يعني من النيل بتاعنا. هناخد السمكه دي كده اللي احنا قطعناها، نتبلها تتبيله لطيفه ونقليها في قلب الزيت شويه. ده اللي هيخش الرز. اه وطبعا معانا سمك في قلب الايه، في قلب نعم. طب يلا خليها زي ما هي، عيني اهي 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 اهي. خد المقادير يا غالي للساده المشاهدين. اه مقادير طاجن الرز بالسمك البياض، الرز جاهز معانا متبلينه وجاهز. اه وانا شغال. اه اه اخبار الرز ايه؟ ناخد شوية الرز اللي عملناهم دول كده. آه. اه بسم الله الرحمن الرحيم. اه المقادير على الشاشة، سمك بياض، رز مصري معايا اهو، اه واخد نص سوى، ومعانا بصل وتوم، معانا بهارات بقى ملح وفلفل وشوية كمون وزيت، ممكن زيت زيتون، وانا بفضل زيت الزيتون مع طاجن الرز ده، مش بحب السمنة ولا الزبدة. اه شايفين الرز تقريبا تقريبا تلات ارباع سوى. اه واخلي الشوية دول على جنب. واخبار الزيت ايه هنا؟ زي الفل. هناخد شوية السمك اللي معانا دول نحط عليهم شوية توم، وانا شغال كده سدني شبت صغيرة، ده هينزل الزيت دلوقتي يتشوح في قلب الزيت. بهاراتك شوية كمون. عينيا هعمل بس التركاية دي ونطلع فاصل على طول علشان انا شغال على عينك يا تاجر. اه اه الملح، فلفل اسود، وقلب السمكية كده بالشكل ده كده. اه السمكة اهو. اه زيت شديد الحرارة سخن. اه نعمل لا ده مش ده هيخش مع الرز ما ياخدش دقيق. حلو السؤال ده وجيه جدا. اهو في قلب الزيت، يلا صلى على الحبيب. تشويحة زيت لطيفة حلوة، السمكة بتثبت هنا بتاخد شكلها. اهو سمك من غير معدة من غير بط، شيف نضفه حمره في قلب الزيت هيخش على الرز، اسمه طاجن الرز بالسمك البياض. هنشوف نعمله مع بعض ازاي ونكمله، مش هعمل اي تركاية غير مع حضراتكم على الهوا. بس خلينا نبص نشوف الفرن اخباره ايه. التورتيه بتاعتي نبص عليها ونصلي على الحبيب، تورتة البلح الرطب الاسمر في الفرن، عايزها لها تقريبا كمان خمس دقايق وهطلعها من الفرن باذن الله. اوعى تروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا وعدت حضراتكم مش هعمل حاجه غير التركايه بتاعت طاجن الرز البياض اللي انت عملته يا شيف في الفاصل. للامانه خدنا بقيه السمك اللي كان معانا وعملنا الصياديه بتاعتنا اللي هي بصله وتومه وطماطم، وده كالعاده، ونزلنا بالسمك في قلبيها اهوت. ميزه السمكه دي يا عم الشيف ما فيهاش حسك، ما فيهاش شوك. طبعا هنعمل للشوربه دي طشه لطيفه. اهو السمكه اهو اهو اهو، انا مش بهزر انا. اهو اهو المقادير على الشاشه، بياض اهو بياض، ولسه في بياض معانا كمان في الحله هنخليه ونحطه في قلبيها. فاكرين السمكه اللي انا سحبتها من شويه؟ خدت السمك حطيته مع طماطم متسبكه على النار بالشكل ده كده اهو زي الفل. اه في قلب الحله لسه نعملها طشه الكزبره. هناخد بقيه الرز. اه الشوربه ننزل بمقادير شوربه الصياديه. اه السمكه طلع منها طاجن رز بالسمك البياض وطلع منها شوربة صيادية، واوزع كمية الرز اللي باقي عندي على وش السمك اللي كان بيتحمر في الزيت. اه 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 لطيفة وحلوة، هتاكل الرز وتسيب السمك. آه. لسه ما خلصتش. ودي ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوة دي؟ لا دلعها دي يا شيف، تستاهل الدلع. مستوية وطالعة شق القمر فيها، ايه الجمال والحلاوة دي؟ يلا العب العب.
ممكن نحط عليها رشه كده، رشه سكر بودر حلوه قوي. يلا يلا، وممكن نحط عليها رشه قرفه ناعمه تبقى لطيفه كمان واحنا شغالين اهو. جواها تمر، جواها بلح رطب اسمر. يلا، انا عايز اعمل طشه حلوه كده بسرعه للطاجن الرز ده، اخدم عليه كويس. شويه زيت صغيرين كده، حلو الكلام. ونحط على الزيت ده يا عم الشيف فص ثوم صغير. يلا استنى عليه كده التركايه دي كده، شويه خضره. يلا شويه شوربه. اوبا هو ده. ده على فين يا شيف؟ على وش الرز. وانا بشيل السمك بقول ارفعني ارحمني. سمك البياض. ده ما فيهوش حسك. بياض مستوي جاهز ملبن، ناكل منه كده عامل ايه، مفيش بقى لا شوك ولا في عظم ولا اي حاجه، خلاص كده زي الفل. تمام، ننزل بشويه الملح التمام، شويه الفلفل التمام، وناخد الشوربه الحلوه دي يا عم الشيف زي ما هي كده. انا جبت الشوربه منين؟ من شوربه السمكه. وننزل على وش الرز بتاعنا، وده هيخش النار دلوقتي يكمل سواه مع السمك، ولازم الرز يكون ثلاث ارباع سوا عشان ياخد من طعم السمك والسمك ياخد من طعمه. درجه حراره الفرن عندنا كام يا عم الشيف؟ 180، مكان الكيكه او مكان التورته يخش هنا كده. بص عليه كده. يلا تعالوا نعمل مع بعض اصابع الكابوريا مقليه، شوف هنعملها مع بعض بسرعه. معانا زيت بيسخن، عينيه اهو زي الفل. يلا نقطع يا باشا ونشوف كل حاجه دلوقتي باذن الله. خلينا احط الكابوريا في قلب الزيت واعمل لك اللي انت عايزه يا مخرجنا يا جميل. مخرجنا الجميل عايز يشوف اللي تحت التورتايه ايه. مقادير اصابع الكابوريا المقليه على الشاشه. معانا كابوريا او اصابع الكابوريا، وانا قلت لحضراتكم دي بتتباع في اي سوبر ماركت موجوده، زي السوسيس، زي الهوت دوج، حلو الكلام، زي المجانج اهي دي موجوده معانا. بيسالوا كتير على السوشيال ميديا دي بتتعمل ازاي، حلو الكلام. انا بسرعه كده هقول طريقه تتعمل بيها لطيفه حلوه تعملها لاولادك وهتدعي لي. بناخد بيضه كده نكسرها، حلو، بنحط على البيضه دي شويه دقيق، نحط عليها سنه شبت صغيره، نحط عليها فص ثوم محترم، معلقه كريمه صغيره، حلو الكلام، ونقلبهم بشوكه بس، حلو. ومعانا بقسماط او رقائق الذره. شفتوا الخلطه السريعه؟ خلطه فولاذيه مغازيه لقلي الكابوريا الماليه اهو، تنزل هنا اهو. يلا تطلع يا عم الشيف من الخلطه. نعم هسقطها في الزيت واجري. تطلع من قلب البقسماط ده او رقائق الذره، ونحطها في قلب الزيت دلوقتي، تاكل صوابعك وراها. مش لازم تحطها في الفريزر لان هي هنا ماسكه نفسها. نشيل ده من هنا ونوسع لنفسنا زي الفل، وتعالوا نحمر في قلب الزيت، ناخد بعضينا ونوقف جنب الزيت. يا اخبار الزيت هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مسهل الحال. موضوع بسيط خالص وسهل. شفتي زي ما بتحمر الجبنه، في جبنه ماليه كده بيعملوها اخواننا السوريين، جبنه العكاوي تتقطع كده وتتقلي. شفت انا بعمل ايه؟ شفتي بقلبهم كده ونحمرهم مع بعض دلوقتي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اصابع الكابوريا المقليه، وده حصريا على شاشه القناه الاولى. احنا قلينا الكابوريا قبل كده، كمان بنقلي اصابع الكابوريا. شفتي لازم تشيل بقسماط زي ما انا شغال كده. حلو. ولما تيجي تحمريها لازم يكون الزيت غزير وسخن، عشان دي مش عايزه سوى، دي عايزه بس بنسوي الطبقه اللي فوق عشان تبقى مقرمشه، تبقى كرانشي كده للاولاد يحبوها. وحاجه خفيفه وسهله ورخيصه على فكره، مش غاليه قوي يعني، سعر المجانج وسعر الهيد دوج. نعم يا غالي. منتجات كابوريا تتباع طبعا، هي بتيجي مستورده، بيسالوا دي بتتعمل ازاي يعني، وزي الهوت دوج، زي السوسيس، زي الحاجات دي اللي بتتباع.
وفيها مادة جيلاتينية طبعا، وتتشال في التلاجة في حفظ كويس، وفي كياس مغلفة نقدر ان احنا نقدمها مع طبق سلطة، وان احنا نقليها زي ما انا بقليها دلوقتي، او نخليها تخش في طبق شوربة. نرجع لشوربة الصياديه بتاعت اللي بتناديني، ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ دي عايزه شويه كريمه لباني اختياري، عايزين الاطفال يشربوا منها نحط لها كريمه لباني. اهي شوربه الصياديه، اهي اهي اهي. طماطم، سمك بياض، جزء من السمك اخدناه، بصل وتوم. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ هننزل بالكرفس بتاعنا اهو، شوربه لطيفه تشربي منها بامان، ما فيهاش اي مشكله خالص. نعمين امرني. اه يلا. اه ممكن احنا نغرف الشوربه عينيا. اه ابا اشيلها ولا اخليها؟ يلا اهي اهي جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوربه الصياديه دي لطيفه على فكره، فيها طماطم وفيها سمك صيادية. جيب لي السمك كده وهو نازل. اه ايه ده؟ اه 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 الله عليك الله عليك. أوه. سريعه خدت كريمه لباني اختياري حسب ما احنا حابين. طماطم مبشوره. عيني. بس خلينا اشيل منها السمك. الله يبارك لك، ده مليانه سمك. السمكه بسم الله ما شاء الله يعني كريمه. مديانا سمك عملناه مع الرز، ومديانا سمك عملناه مع الشوربه، والزعانف بتاعتها لسه موجوده في الحله، نقدر نعمل منها شويه رز تاني زي ما احنا عايزين. عملنا طبق شوربه حلو زي الفل. شوف الكابوريا اخبارها ايه. لا 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 ما تقوليش بقى، ما تقوليش ما تقوليش. نجيب طبق نغرفها. ايوه ونعمل زي الحاتي بقى، نحط تحتها شويه خضره، ممكن عود نعناع، عود ريحان، ندلعها يعني من الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص أزأز كابوريا. لو أزأزوني. نعمين الله على الكابوريا. على فين يا شفيق؟ على فين؟ صورني معايا يا شفيق. كابوريا وأزأز كابوريا. نعم هطلع الرز ونختم على طول. اللهم صل على النبي. تعالوا مع بعض نشوف أخبار الرز إيه. طاجن الرز اللي هنسيب السمك وناكل الرز. شيل ده من هنا كده ونوسع نفسنا بقى ونروق الدنيا دي كلها عشان مخرجنا ما يزعلش مننا. انا احب النظافه، انا واحد كده احب بقى في المطبخ رايق. ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ طاجن رز، اللهم صل على النبي. الرز ثلاث ارباع سوا. يلا الف هنا وشفا للي ياكل. تورته جميله بالبلح الاسمر الرطب اللطيف، وعملنا شوربه صياديه بسمكه البياض. يعني حلقه النهارده اعتقد ان هي تكلفه ماليه بتعتمد على سمكه بياض، وزنها من 3.5 ل 4 كيلو. جبتها نظفتها واخدت منها ثلاث ارباعها، دفنته في قلب الرز، يعني بيسموها المدفونه كمان على فكره، وفي قلب الرز كده لطيفه. وعملنا منها شوربه، ومعانا كابوريا قليناها عشان اخواننا وحبايبنا اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا بيسالوا عنها. عملناها كريسبي لطيفه وحلوه، الاطفال هيحبوها على فكره، لان كمان سريعه المضغ وسريعه الهضم وجميله ما فيهاش شوك، من الاطفال اللي بيخافوا من الشوك. والتورتايه بتاعتي لطيفه وحلوه. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.